السلام عليكم، صباح النور. بنكمل فيديو عن تعقيق العصريات في الشتاء. دي كانت ساقها طويلة أكتر من كده بكتير، حوالي مثلا 15 سنتي أو حاجة، وبدأت تميل فقطعناها زي ما انتوا شايفين كده، وإن شاء الله هنغرسها في البيت من دلوقتي. طبعا سيبناها بعد القطع عشان تتكلس حوالي 10 أيام. هوريكم من تحت عشان شكل التكلس فيها واضح أوي. شايفين أكنها اتحجرت كده، تكلس أكنها اتحجرت. ممكن بعد القطع نسيبها في الهواء، بس ممكن نحط مبيض فطري، يعني بعد القطع نغمسها في مبيض فطري اللي هو البودر بتاعه، نحط مكان القطع في البودر ونسيبها، او زي ما انا عملت كده سبتها خالص. طبعا بنسيبها مش في شمس، يعني احنا قطعناها النهارده هنحطها في مبيض فطري او ما نحطش مش مشكله، وبعدين ممكن نسيبها اسبوع، 10 ايام، 6 ايام، مش شرط بالظبط، يعني هو يعني اكتر من 3 4 ايام كده من غير شمس. نحطها في حاجة جزء مضلل بس فصله هواء عشان ما يحصلش تعفن، ومن غير شمس لغاية ما يبدأ يتكلس كده، ونحطها في بيت موز بقى. شايفين التكلس واضح ازاي؟ والعيون دي بقى اللي هي فوق 7 بالظبط، دي اللي بيطلع منها الجذور. اهم حاجة الجزء ده يتكلس والجزء التاني يتكلس. ده الجزء اللي احنا مثلا قاطعين منه، هنفترض ده الجزء اللي قاطعين منه يتكلس هو كمان. وبيتكلس ازاي؟ نسيبه في الهواء كده، والشمس برضه ممكن تساعد في تكلسه، بس الجزء اللي فيه ورق بلاش نحطه في الشمس عشان خاطر ايه ما يضعفش ويدبل من كتر الشمس. لكن الساق دي مش مشكلة بقى كده تكلس. وده كل الساق دي ان شاء الله اللي هو الاصل بقى هيطلع نموذج تانية جديد. هوريكم نموذج زي ايه، شبه كده، شبه ايه. نحاول ندرق. اه شايفين هنا، اه في نمو جديد طلع في نص الشاشة. ده نمو جديد طالع، ورقتين ثلاثة كده بدأوا يطلعوا. مش انا برضو بإيد واحدة للأسف، ومش عارف اصور كويس بس واضح يعني. يلا سلام عليكم. طبعا دي قشفرية.